كفل ميثاق العمل الوطني حقوق الإنسان من خلال العديد من المبادئ التي ترجمت على أرض الواقع لتحقق مملكة البحرين العديد من الإنجازات الدولية في حقوق الإنسان. ميثاق العمل الوطني الوثيقة المتكاملة للإصلاح السياسي والاجتماعي والتحديث في المجالات كافة، وهو الحصن المنيع للحريات وحقوق الإنسان بمبادئه الشاملة، إيمانا بكرامة الإنسان واحترام حقوقه والالتزام بحمايته. حيث أكد ميثاق العمل الوطني على أن الحريات الشخصية مكفولة، وأن المساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص دعامات أساسية للمجتمع، جملة من الأسس الراسخة من العدالة والمساواة والحقوق الإنسانية شملها ميثاق العمل الوطني، لتترجم إلى تشريعات وقوانين ومشاريع على أرض الواقع، ليشهد الحراك الحقوقي في مملكة البحرين محطات مهمة ضمن محطات تاريخية أخرى سابقة، كان منها التصديق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان. ثوابت ومبادئ خطها ميثاق العمل الوطني عكست الإرث الحضاري لمملكة البحرين، وعززت ما يتسم به شعبها بالعيش في ألفة ومحبة واحترام لقيم التسامح وكرامة الإنسان، لتمضي مملكة البحرين على نهجه نحو التحديث والتطور.